ليه لازم اتعلم ريفت في الفتره الحاليه؟ برنامج الريفت برنامج من انتاج شركه اوتوديسك، ومن افضل البرامج الموجوده حاليا في مجال البيم بيلدينج انفورميشن موديلنج. برنامج الريفت ليه لازم نتعلمه؟ في فروق كتير جدا ما بينه وما بين الاوتوكاد. اي حاجه بترسمها في الريفت انت بترسمها 3D، كل البيانات بتاعتها وكل المعلومات بتاعتها موجوده عندك في الموديل. مشروع زي اللي قدامنا دوت، احنا عندنا المشروع المعماري ومعانا كل شغل التكييف ظاهر قدامنا 3D. لو جينا على اي فيو وليكن زي الفلور بلان دوت، وشفنا مثلا المشروع من فوق كده وعلمنا على اي ايتم عندنا، هيقول لي ان الايتم دوت راوند دوكت، ومديني المقاسات بتاعتها والارتفاع بتاعها والديامتر بتاع الدوكت ديت قد ايه. نفس الدوكت ديت لو انا حبيت اعدل في الديزاين ورحت مغير في المقاس بتاعها وليكن خليتها 10 بوصة، هتتغير عندي في الفيو اللي قدامي. غيرت خليتها مثلا وليكن 14 بوصة، هتبدأ تتغير معايا في الفيو اللي قدامي. طالما اتغيرت عندي في الفيو دوت، يبقى برضه هتتغير معايا في الثري دي فيو اللي احنا كنا فيه. يبقى انا لو جيت على نفس الدوكت ديت، هلاقي هنا في الثري دي فيو نفس الدوكت ديت المقاس بتاعها اتغير، واوتوماتيك حط لي هو الريديوسرز. ده ما ينفعش يتعمل في الاوتوكاد. ليه لازم نتعلم ريفت؟ نتعلم ريفت لان برنامج بنقدر نحط خواص الايتم زي ما اتفقنا، ونفس الخواص دي بتظهر لي في شيتات حصر الكميات. عشان نعمل شيت لحصر الكميات او نعمل سكادول لحصر الكميات، نقدر بسهوله جدا ندخل على الفيو تاب واقول له نفس الدكت ديت انا عايز اعمل سكادول. عايز اعمل سكادول لايه؟ اقول له مثلا لمخارج الهواء او للدكت مثلا كمثال الدكتس، واقول له اوكي. اقول له هات لي وليكن الدكت دي، هات لي ليها الديامتر بتاعها، وهات لي اللينس بتاع الدكت، واقول له اد. وبعد كده اقول له مثلا هات لي السيستم تايب بتاع الدكت ديت، هل هي سبلاي ولا ريتيرن ولا ايه السيستم بتاعها. وبعد كده اقول له اوكي، الاقيه بسهوله عمل لي جدول الحصر. جدول الحصر ديت تقدر تعمل بعد كده عليها عمليات اضافيه، نقدر نعمل عمليات حسابية عشان مثلا نحسب وزن الصاج كمثال. طيب هل جدول الحصر دوت هو جدول مستقل بذاته؟ يعني ايه مستقل بذاته؟ يعني ملوش ربط ما بينه وما بين المشروع. يعني انا مثلا كمثال لو جيت على الدكت ديت او الصف دوت، هل الصف ده هو عبارة عن صف في شيت اكسل؟ لا، في حقيقة الامر الصف ده هو صف في المشروع. صف دوت يعني ايه؟ ده ايتم جوه المشروع. لو جينا هنا رايت كليك او دوست عليها دبل كليك كده، لو جينا هنا مثلا كمثال وعلمت على الدكت ديت، اقول له هايلايت ان موديل، هيقول لي الدكت دي فين في المشروع، فين الدكت ديت. هقول له مثلا كلوز، دي الدكت بتاعتنا. لو جينا دلوقتي عملت لها ديليت، ايه اللي هيحصل؟ هتحصل لها ديليت من هنا من الشيت دوت. نشوف مع بعض، افتح الويندو كده مع بعض الاثنين ويندو، نروح على الفيو تاب ونفتح الفيوز بتاعتنا كلها مع بعض. وبعد كده نفس الدكت ديت، اول ما اقول له ديليت اهو هنعمل لها هايلايت، هي دي الدكت بتاعتي. لو جيت هنا رايت كليك وقلت له ديليت رو، هتلاقي الدكت اتمسحت عندك من الموديل بتاعك دوت. عكس الاوتوكاد، في الاوتوكاد لو انت جوه فيو مسحت ضغط او عدلت المقاس بتاعها، ما كل الفيوز التانية او المساقط التانية للمشروع ما تعرفش عنها حاجة. يبقى انا بالريفت كل الايتمز مرسومة 3D، كل الايتمز وكل المعلومات بتاعتها موجودة. لو عايز ببساطة شديدة اعمل مثلا قطاع جوه المبنى، نقدر نعمله، مش محتاج تعمل انشاء للقطاع دوت من الصفر. كل اللي عليك ان انت ترسم سيكشن وهو اوتوماتيك يعمل لك الفيو بتاعك هيبقى شكله عامل ازاي في السكشن فيو. فلو رحت مثلا على الفلور بلان مثلا، وليكن الفلور بلان الاولاني دوت، وانا قلت انا عايز اشوف الجزء ده من المشروع في الاليفيجن شكله عامل ازاي، ببساطة نقدر نعمل سكشن ونروح قاطعين كده في المشروع بتاعنا. اول ما افتح الفيو دوت، هلاقي الرسمه بتاعه الاليفيجن بتاعه المشروع ظهرت قدامي بكل الديتيلز بتاعتها، وتقدر طبعا تغير فيه خواص الفيو بتاعك بسهوله شديده وتخليه رياليستيك، حاجه اقرب للواقع من غير ما تبذل مجهود ان انت ترسم الاليفيجن فروم سكراتش. ده اللي احنا بنعمله في الاوتوكاد، اما في الريفت بيتعمل اوتوماتيك. الجميل في الريفت ان انا نفس السكشن فيو اللي انا عملته دوت، اقدر احطه في لوحه خاصه بالطباعه، نقدر نكريت شيتس
خاصه بالطباعه، ونعمل انسيرت للفيوز بتاعتنا جوه الشيت، واي حاجه هتعدلها في الاسكادول او هتعدلها في الفيو هتتعدل اوتوماتيك في شيتات الطباعه من غير ما تشغل بالك ان انا لازم اروح اعدل في كل الفيوز بتاعتي. فهاجي هنا هعمل شيت للطباعه واخد مثلا وليكن السكشن اللي انا عملت له كرييت، اروح معلم عليه واعمل له دراج احطه جوه شيت الطباعه. وجدول الحصر اللي انا عملته نفس الكلام، اقدر ادخل على السكادولز بتاعتي في البروجكت براوزر، اجي هنا على الدوكت سكادول واعمل له انسيرت جوه شيت الطباعه لو انا عايز. يبقى ببساطه شديده اي حاجه عندك في المشروع، اي حاجه عندك في المشروع تقدر تعمل لها انسيرت بسهوله شديده جوه الريفت، وتقدر تعمل فيها موديفاي زي ما انت عايز. الريفت برنامج متكامل يعتبر. هل لازم اتعلم الريفت؟ الحقيقه لازم تتعلم الريفت، ما ينفعش تفضل شغال بالاوتوكاد بس حاليا، لازم بجانب تعلمك للاوتوكاد ومهارتك في الاوتوكاد لازم تتعلم الريفت، لان دوت هو المستقبل في كل الدول العربيه حاليا وفي مصر كمان. لازم تتعلم الريفت عشان تقدر تواكب السوق. في الريفت نقدر نعمل وليكن جوه المشروع بتاعنا نعمل حاجه اسمها ووك ثرو، عايز امشي جوه المشروع واشوف الايتمز بتاعتي ديت وهي مرسومه في هيئه فيديو معروضه 3 دي. نقدر نعمل جوه المشروع ووك ثرو، نمشي جوه المشروع ونطلع فيديو نعرضه في برزنتيشن، او يبقى عندنا تصور لشكل المبنى لما يتعمل في الحقيقه هيبقى عامل ازاي. يعني لو جينا هنا في الفيو تاب بعد كده فتحت 3 دي واقول له ووك ثرو، اقدر اعمل ووك ثرو اقول له ان انا عايز مثلا يعني ادخل من الباب دوت امشي هنا في غرفه الطعام ديت، بعد كده امشي شويه كمان واروح ماشي كده داخل في عند الباب ده، وامشي كمان شويه وادخل على الاريا ديت اللي هي تقريبا معمل او مطبخ او وات ايفر، وبعد كده اقول له فينيش ووك ثرو، هيفتح لي هيعمل لي الووك ثرو بتاعي. وبعد ما اخلص اروح هنا في البروجكت براوزر ادوس دبل كليك على الووك ثرو فيفتح لي المشروع بتاعي في الرسمه 3 دي، واقدر اقول له خلي لي برضو الديتيل ليفل فاين، وخلي لي الفيجوال ستايل مثلا شيدد بلاش رياليستيك، او اقول له خليها رياليستيك مش مشكله. وبعد كده نقول له وريني بقى الووك ثرو دوت شكله عامل ازاي، وبعدين نيجي على الووك ثرو نقدر نعمل له بلاي فنشوف المشروع احنا ماشيين جواه. وفي بعض المكاتب بتراجع المشاريع بالاسلوب ده، وتيجي المدير بتاعك يقول لك اعمل لي ووك ثرو وريني شكل الديزاين بتاعك هيبقى شكله عامل ازاي في الحقيقه، تعمل له بلاي للووك ثرو يبدا يديك ملاحظات على الرسم بتاعك او على التصميم بتاعك او على الموديلنج بتاعك جوه الريفت من خلال الووك ثرو. بس بعد ما اخلص الووك ثرو تقدر تعمل اكسبورت الووك ثرو دوت از فيديو، وحاجات كتير جدا الريفت بيعرف يعملها. يعني الريفت بنعرف نشتغل اكتر من مهندس بحاجه اسمها الورك شيرنج، وهسيب لكم الرابط بتاعه في الفيديو، هتلاقوا الرابط ظهر لو انت بتتفرج على اليوتيوب او في الكومنتس. ورك شيرنج دوت كل اطراف المشروع بتبقى شغاله على نفس الملف موجود على سيرفر الشركه، وكلنا شغالين واي كلاش بنتداركه واحنا شغالين. وحتى لو حصل كلاش تقدر جوه الريفت تعمل كلاش ديتكشن، او ببرامج تانية من اوتو ديسك زي برنامج النافيس ووركس. الريفت جزء مهم جدا في علم البيم، البيلدنج انفورميشن موديلنج. بيت المهندسين بيقدم كورس الريفت ام اي بي، بنقدم كورس الريفت ادفانسد، الريفت فاميليز، بنتعلم ازاي نعمل اوتوميشن على الريفت ببرنامج الاوتو ديسك داينو. كورسات كتير خاصة بالريفت موجودة على موقع بيت المهندسين، زوروا موقع بيت المهندسين او اسألنا في الكومنتس على اسعار الكورسز بتاعتنا والاوفرز الموجوده حاليا. كان معاكم سعيد الشايب احد مؤسسي بيت المهندسين، باحث دكتوراه بكليه الهندسه جامعه UTHM بماليزيا. اشوفكم على خير.